السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأنتوا مع بعض عند ملبوسات شاهين. يلا نفوت على ملبوسات شاهين. ابتداء من الفرع الأول من ملبوسات شاهين. وهاي عنوان الفرع القديم. مثل ما قلنا لكم الفرع القديم كيلر شتراسة زكسون فيرتس شكيل. هيا نجي لهون منبلش بالأسعار وحرق الأسعار مثل ما عودناكم ومنعودكم كل ما فتحنا بس بشيراتكم لايكاتكم مشاركتكم للبث. طبعا كل واحد عنده مشاركة بيجي بياخذ صفرة هدية من ملبوسات شاهين الفرع الأول. نجي للملبوسات منبلش بالجلابيات النسوانة. تحطيم أسعار طبعا بالفرع الأول تحطيم أسعار آخر أسبوع. هاي آخر أسبوع ابتداء من يوم السبت يكون الفرع الجديد للتحضير. الفرع الجديد للتحضيرات رح يكون بالفرع الجديد وإن شاء الله رح نروح بعد شوي لهنيكي. تابعونا وخليكم معنا. جلابيات رجالة مثل ما بتعودوا علي انتو بلبس لكم جلابية مشان تعرفوا نصكم 15 والكم ب20. نصكم 15 والكم ب20. بعرف الأسعار صرنا نعرفها. خلص صار حافظ الأسعار. بالنسبة للأسعار بالنسبة للفساتين السهرة. فساتين السهرة ابتداء هذا من كان ب100 يورو صار ب60 يورو. نعم. وأحلى أسعار. أحلى أسعار. تعالوا كمان شوفوا يوم السبت في الافتتاح. يوم السبت كارثة جديدة. طبعا كل الالوان وكل الموديلات موجوده ومتوفره عندنا ب 60 يورو بس. ابو ال 100 صار ب 60 يورو يعني نص القيمه. هذول ابو ال 10 صار 3 ب 20 يورو. بيبي 3 ب 20 يورو لعمر السنه. لعمر السنه مثل ما عودناكم بالولاده اللي فوق ب 10 يورو. اي طقم ولاده 3 قطع ب 10 يورو. نعم ب 10 يورو. نعم نحن على وعدنا 3 قطع ب 10 يورو. الزباين اجوا اخذوا كمان بطرونات من سنه ل 14 سنه ب 5 يورو. بطرون رجاله بطرون ولاده محير من السنه ل 12 سنه بس ب 5 يورو. نعم بس ب 5 يورو ولاده ومحير ب 5 يورو. هون اليوم حريقة عروض اليوم. هاي عروض اليوم. هاي عروض اليوم. حريقه اسعار اليوم كنزي 2 3 4 5. نعم حط رجلي كمان رجلي 7 وهي 8 كمان. وهي 8 كنزات رجالة مع ولادة 25 يورو. يعني الواحدة ما تطلع عليك حتى ب 3 يورو. لا ما وصلت ب 3 يورو. مثل ما قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 قطع ولادة مع رجالة ب 25 يورو. نعم هرق اسعار يورو. هي السيخ كل اللي موجود على العرض هذا 8 قطع ب 25 يورو. اضطراب الافتتاح الجديد. نعم. وافتتاح المحل الجديد يوم السبت تاريخ 3/9. بالخير ان شاء الله. نجي للبجامات الولادة. بجامات الولادة من عمر السنة لعمر 12 سنة ب 5 يورو. ضبط. 5 يورو ترشوها. 5 يورو. شارك الفيديو الكل يستفيد. شارك الفيديو وتاخذ هدية مباشرة. نعم. شارك الفيديو وتاخذ هدية مباشرة. كنزي نسواني نصكم ب 5 يورو. من كله ب 5 يورو. 5 يورو 15. هاي جديدة ب 15. هاي موديلات جديدة عليها عرض 15 يورو. هاي الموديلات جديدة ب 15 يورو. هون ب 10 كمان جانا منهم. هاي ب 10 رجعنا جبنا لكم طلبتوا مني هاي جبنا نزل لكم. والمونتو كم مونتو دار عندك يا حبيب؟ معي مونتيين ابو 60 صار ب 30. 25 يا حبيبي و 25 كمان اليوم. قطعتين اخر قطعتين. هاي اخر قطعتين 25 يورو. 3 كنزات رجالة ب 25. 25 3 كنزات يلا سويها 4 كنزات 25 يلا. وهذا هو عامل لكم عرض جديد. 4 كنزات 4 ب 25. هي اخر اسبوع انا اخر اسبوع لانه بجامه نسواني جميع القياسات ب 10 يورو. فوطان بجامه مخمل كمان جميع الالوان ب 15 يورو. نعم هاي موديلات جديده ب 10 يورو. هاي ب 10 يورو موديلات جديده. اخر اسبوع للعروضات. نعم. يا بتلحق يا ما بتلحق. طبعا الولادة 15 يورو. 15 2 بروتول تيشيرت 5 يورو. 5 يورو 2 ب 5 يورو. القطعة 2.5. مشاركاتكم مشاركات. شيرك بجيب غيرك على فكرة. شيرك خلي غيرك يستفيد كمان. انت تستفيد وغيرك يستفيد ونحن نستفيد. بنطلون نسواني بنطلون نسواني ب 5 يورو. نعم 5 يورو 5 يورو جميع القياسات. لا انسى للخطايرة. هاد الموديلات معروفة بسوريا. خطايرة الخطايرة. في قصير في قصير وفي طويل طبعا. في محل هاي كمان. شو أسعارهم هذول يا فراس؟ في لاستيك كمان تحتهم 5 يورو بس. 5 يورو يلا حلو القطعة ب 5 يورو. نعم الواحدة ب 5 يورو.
بسوريا هون ارخص من سوريا صار عندنا. نعم. البضاعه اللي عندي هون ارخص فيكم من سوريا. تسالوا البضاعه اللي عندنا هون أرخص صارت من ارخص من سوريا. نعم. مثل ما عودناكم. خليكم معنا لنروح على المحل الجديد ونحن بنلتقى ان شاء الله. السلام عليكم، رجعت لكم بالمحل الجديد والافتتاح الجديد بثلاثة تسعة مثل ما وعدتكم. دويتش بوست ابو تيكل يوهانا شتغاسة، وهاي العنوان بوستي. عشان اللي بده يكتب العنوان يجي على الموقع. نعم. والبوتس لايت ساي 2-4-1-4-3 يوم السبت 3-9-2022. الدعوة عامة، يلا تفضلوا معنا. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، منورين حبايب القلب. لا تنسوا المشاركة، يرحم امواتكم. المشاركة سبسكرايب، اشتراك بالقناة، فعلوا جر الجرس ويوصلكم كل جديد. لا تنسى اللايك، لانه اللايك تبعك بجيب غيرك والشيرك بجيب غيرك. بنبلش من اول المحل. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا بواط من العمر اعمار قياس 40، من قياس 40 لقياس 44. نعم. بنبلش بالبواط الرجاله. بواط الرجاله من قياس 40 لقياس 44 او لل 45 ل 15 يورو، بس ب 15 يورو نص القيمه. هذا ابو 30 وال 40 بس ب 15 يورو، ان كان رياضي ولا كان موديلات رسميه زي كذا. نعم. نفس السعر 15 يورو. عندنا مثل ما وعدناكم مسواك مسابح، في احجام كبيره وفي الاحجام الصغيره. احجام كبيره واحجام صغيره طبعا. الفرجيه الاحجام الصغيره، هاي الاحجام الصغيره، هاي الاحجام الصغيره هنا. نعم. موديلات كثيره. عندنا شناتة سفر، شنطة سفر جميع الموديلات جميع الالوان جميع القياسات. كل شنطة كبيره فيها تنتين جوانيات صغار. بديش الشنطة يعني. طقم ثلاث شنط يعني 120 يورو. طقم كامل، طقم كامل ب 120 يورو. طقم كامل ب 120 يورو. شنطة نسوانه ب 20 يورو. ب 20 يورو اي شنطة نسوانه ب 20 يورو. نعم. عندك موديل 2 3 4 5 15 7 8 9 9 موديلات ب 20. قد ايه؟ ب 20 يورو. ب 20 يورو. بنرجع للعطورات. العطورات كل العالم عندها ال 50 ملي ب 25 يورو، الا عند ملبوسات شاهين يوم الافتتاح بتركب قنينة عطر ب 10 يورو 50 ملي. واللي ما عجبه بيرجع له اياها كمان. قنينة عطر 50 ملي ب 10 يورو. ال 50 ملي ب 10 يورو. يوم الافتتاح فقط السعر هذا، العرض هذا ليوم الافتتاح. يوم الافتتاح. كولونيا كمان. عندك كولونيا رجالة، كولونيا كل اثنين بخمسة يورو. مو واحدة بخمسة، كل اثنين بخمسة. كل اثنين بخمسة يورو. كولونيا بعد الحلقة كل اثنين بخمسة يورو. مثل ما وعدناكم كل الأنواع العطورات موجودة عند ملبوسات شاهين يوم الافتتاح. هون بدك إياها فاضي ولا معباي، هي بعشرة يورو. الغنينة هاي غنيني فاضي بعشرة يورو. لا غنينة فاضي بثلاثة يورو. هاي فاضي، هي فاضي أصلا، فاضي فاضي بثلاثة يورو. وهذا عرض شاهين، هاي عرض شاهين جديد. نعم. فاضي بثلاثة يورو. بالنسبة للساعات، طقم ساعات ب 30 يورو كامل. في عندك هون ساعتين، في عندك ساعة ببلاك ب 20 يورو. هاي ساعة ببلاك ب 20 يورو، ساعة نورمال ب 15 يورو، نص القيمة، كله نص القيمة. وعندك ساعات الولادة هنا، ساعات الولادة ب 7 يورو. 7 يورو أي موديل، وهي ساعات رقمية للأولاد. نعم، ساعات رقمية للأولاد، ساعات رقمية للأولاد كمان ب 7 يورو، كله ب 7 يورو. نظارات نسوانة ولادة رجالة بس ملبوسات جاية ب 5 يورو. بس ب 5 يورو. بس ب 5 يورو جميع الموديلات. نعم. لانجوري، عندنا اللانجوري. اللانجوري بيبدأ من هون. في قطع محددة ولا عندك؟ في عندك هون في خمسة، كل أسعار موجودة، أقل كلها نص القيمة. تمام. هاي بسبعات، خمسات، بعشرات، كراتين بعشرات، في ب 15 كمان. نعم. حجابات مثل ما وعدناكم بالبسات شايفين بالحجابات 5 يورو. قطعتين ب 5 يورو. قطعتين ب 5 يورو. في شال ثقيل حقه 14 يورو بس ب 7 يورو. 7 يورو. ونزل نص القيمة. نص القيمة. نص القيمة. كمان عندك التيشيرتات هاي. التيشيرتات هاي 2 ب 5. 2 ب 5. 2 ب 5. بالنسبة لجرابات الرجالة، في عندك بيورو. نعم. ابو 2 يورو بيورو، وابو 14 يورو بس ب 2 يورو. السميكة. ايه هاي الموديل الشتوي، الشتوي 30 يوم ما بيطلع ريحه. نعم كثير طيلة هاي. تمام. بنفوت لهون على قسم الرجاله. طبعا قسم الرجاله بنبلش بالبدل الرسميه، متنوع بالبدلات الرسميه.
بدلات رسمية بكل السوق ب 250 وب 300. ملبوسات شاهين يوم السبت ب 3/9 عاملكم عرض جديد فقط بس بقديش؟ ب 150 يورو. 150 يورو فرجينا 150 يورو هدية فوقها كمان شيء. هدية فوقها كمان صباط. هدية فوقها. كل طقم بتاخذ معه صباط مجانا ب 150 يورو. البيجامة انت لابسه؟ البيجامة اللي انا لابسها نفس هاي البيجامة اللي جنب الوقت. نفس هاي البيجامة. براشوت بيجامة براشوت بس ب 35 يورو. حقها 80 يورو تلبسها خمس سنين. هاي معروفة هاي معروفة. براشوت بيها محلات ب 50 وب 55 عند ملبوسات شاهين بيوم الافتتاح ب 35 يورو. نعم. نرجع للطقمي. عندك طقم ولادة. طقم ولادة ابو 80 بنص القيمة ب 40. طقم ولادة جميع القياسات. نعم. نص القيمة 40. نعم. 40 40 ابو ال 40 كمان نص القيمة ب 20. ب 20. نعم ب 20 جميع الموديلات وجميع القياسات. ارجيني البناطرين اللي هون. بنطلون نسواني جلد. سبعة في جلد النمر. بسبعة يورو بس. هاي بسبعة يورو هاي بخمسة يورو. سبعة بخمسة. سبعة بخمسة والبلاطي اللي وراك الولادي سبعة ونص. هذا رجالي. رجالي بسبعة. رجالي سبعة ونص. سبعة ونص. اثنين بخمستاعش. بسعر وحدة. اثنين بخمستاعش سبعة ونص اثنين بخمستاعش. الفساتين الفساتين النسواني عندك موديل اثنين ثلاثة أربعة خمس موديلات. سبع موديلات في موديل هون كمان. إيه خمسة ستة سبع موديلات. سبع موديلات. أبو 80 عند فراس شاهين صار 60 يورو. 60 يورو. 60 يورو. 100 كمان برا. طبعًا. هون عندك الولادة واحد اثنين ثلاثة. هاي موديلات ملابس أعراس أو أعياد للبنات. نعم. الصغيرة. نعم. 20 يورو بس. أربعة. أي موديل وأي قياس على 20 يورو. 20 يورو. 20 يورو. أبو الأربعين كمان نص القيمة ب 20 يورو. نعم. بالنسبة لل جزاطين. جزاطين حكينا على الجزاطين نحن. هذا ما حكينا. هذول بعشرة يورو. الكبار بعشرة والصغار بخمسة. تمام. في صغار هون بخمسة. صغار بخمسة. الكبار بعشرة. تمام. بالنسبة للعرايس اللي بدها تتجوز واللي عندها عرس وما حابه تشتري بدها تستأجر آجار، فراس شاهين كان عامل ب 300 آجار البدلة صارت عند فراس شاهين ابتداءً من 3/9 ابتداءً والعرض ساري. آجار البدلة 200 يورو بس. بس ب 200 يورو. بس ب 200 يورو آجار البدلة. وبيع. أما إذا بدها تشتريها مشترى هي حقها بالأسواق 1500 و 2000 يعني. بس عند فراس شاهين كمان عرض مفتوح ب 800 يورو. بس ب 800 يورو. ب 800 يورو. خلي العالم تفرح. نعم. لنجوري مثل ما عودناكم أي قطعة هون بقديش؟ في ب 20 وفي ب 40. الأصيل ب 20 والطويل ب 40. هذول 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 ب 40 هذول. هذول ب 40. هذول ب 40 هذول هذول ب 20 هذول. هذول كله ب 40 هذول. هاي 40. حقه 60 70 برا. 40. تمام. أحزي نسوانة. موديل 2 3. ما راح اقول لكم الموديلات لانه موديلات كثيره مثل ما كنتم شايفين. اي قطعه ب لهون 15 يورو. لا لا 15 يورو لهون. الكراتين البيضه ب 15 يورو. نعم. والكراتين الصفراء ب 20 يورو. 20 يورو اقول هون ب 20 هذا ب 40 والله العظيم ب 40 والله ب 40 بالمحلات عند فراس شاهين بس ب 20 يورو. قلنا له يا فراس هذا ب 40 قال لا خلي العالم تلبس خلي الناس تلبس 20 يورو. بالنسبه للولاده موديل 2 3 4 5 6 موديلات ب 5 15 15 يورو نص القيمه. 15 يورو نص القيمه. نعم بنص القيمه. بالنسبه للمكياجات المكياجات طبعا جميع الانواع متوفره. الماركه سوريه. الماركه سوريه من شاهين ماركه شاهين. جميع الانواع متوفره عندنا وعليها عروض. عليها عروضات. نعم. كمان ما بنقعد نحكي لكم كل قطعه كم سعرها. نعم. تعالوا وشوفوا واسعار بتعجبكم جدا جدا. بنطلون رجاله مثل ما حكينا 7 ونص 2/15 2/15 بنطلون رجالي كتان. بنطلون رجالي كتان ابو 30 يورو. ابو 30 يورو صار 15 نص القيمه 15 يورو بس. نعم. مناشف عرايسيات عندك موديل 2 3 4 5 6 موديلات عم ينباع الواحد ب 70 عند فراس شاهين بس ب 50 يورو. وهذول ب 40 في نوع ثاني ب 40. هذا ب 40 وهذا ب 50 للتوضيح. نعم. الصغار الكرتون الصغير ب 35 يورو. مناشف الايد هذول مناشف الايد ب 25 1 2 3 4 5 6 عرايسيات. نعم. بس ب 25 يورو. وتبع الحنه من كم؟ تبع الحنه للعرايس عاملين له كمان عرض حلو كثير في ب 20
في ب 15 وفي ب 30 يورو في القطعتين. شوف هذا قطعتين بيجي قطعتين. يعني مسند نعم مسند و... هاي كلها ب 30 يورو نص القيمة. نص القيمة 30 يورو نعم كل عدته مع الحنة ومع نعم. كل شيء نعم نعم مع كل عدته. هي بيبيعوا الحنة مع بعضها كلياتها بس نحن عند ملبوسات شاهين عم لهم عرض الحنة مجانا. مجانا الحنة بنرجع بنرجع للاشاطات. الاشاطات اللي عم ينبيع عم ينباع ب 20 بالمحلات عند فراس شاهين بس ب 10 يورو. وجلد طبيعي جلد طبيعي اذا ما جلد طبيعي بيرجع. بناطرين رجاله نسواني هاي نسواني كله نعم. هاي نسواني بيجي منه رجاله افكر بس وحده بنطلون نسواني بنطلون نسواني بس ب 5 يورو 5 يورو يا عمر قد دول ب 15 يلا ب 5 يورو بيع بيع بنطلون ب 5 يورو بس ب 5 يورو مخمل قطن تماما نعم. هلا بالنسبه لشغله اللي هن مشان يفهموها المشاهدين تماما انه يوم الافتتاح مشان تكون مبسوط ومتروق انت والعيله ويكون عندك هيك مزاج انك تشتري وتشوف البضاعه الحلوه اللي راح تعجبك ابنك راح يكون معنا. عاملين مسابقات ربح للاطفال مجانيه جوائز للاطفال لكل طفل يدخل لكل طفل بيدخل بيعمل يجرب حظه وياخذ جائزه لحاله بيعمل هيك طلع له دبدوب دبدوب حقه 100 يورو في ب 20 يورو جائزات في عندنا ب 5 يورو في ب 20 في ب 5 لحد ال 100 يورو الجائزه نعم لحد ال 100 يورو الجائزه الكبرى هي جائزه لشخص واحد بس حاطين بشي ب 2000 يورو بس للالعاب الاولاد يعني هو مجرد ما عمل هيك طلع له مثلا علكي راح ياخذ علكي طلع له دبدوب راح ياخذ دبدوب طلع له بسكوتي راح ياخذ بسكوتي شو ما طلع له الدبدوب. اما بالنسبه لل اخواتنا النسوان اللي جاي تشتري في قسم خاص او في فريق خاص راح يكون معاهم متواجد بالقسم النسواني وراح يكون فريق خاص كمان لقسم الرجاله وراح يكون فريق خاص كمان للاطفال برا عشان انت والمدام تاخذوا رياحتكم وتتفرجوا على ملبوسات شاهين. واهلا وسهلا فيكم مثل ما وعدتكم سبسكرايب اشتراك بالقناه دعمكم شيركم بجيب غيركم وشكرا كثير لكم. صلوا على النبي واذكروا الله اكتبوا بالتعليقات اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.